منطقة المشروع والراحة، منطقة واسعة بالزراعة، منطقة إنتاجية، فانزحت أكثر اللي ناس اللي كانت مقاربة الولاية اللي هي منطقة الزبير لهذه المزارع، شوية بها إنتاج، بها محصول إنتاج أوضح وأزيد من كل الإنتاجات اللي قريبة على الولاية، بنسبة تحسين التربة ونسبة المياه قليلة من الملوحة. بالنسبة للمزارع الراحة والمشروع ما يقارب 4000 مزرعة، فمثل ما تقول احنا العام اخر شوية صار عندنا تحسن، لان راح وفد اقليم كردستان ونعم الله عليهم سدوا الحدود عنه، وشوية صار اكو انتعاش بسيط، فعلى هذا الانتعاش البسيط زادت ما يقارب 25% زراعة عندنا. جميع محافظات العراق لديها مركز تسويقي على مثل ما تقول مكاتب زراعية، كل مكتب يمثل العلوة، احنا الوحيد قاطع الزبير علوتنا مثل ما تقول شاملة، احنا نريد اسوة من المحافظات الاخرى، نريد علوة نموذجية ومكاتب مثل علوة حمدان بالبصرة. وبالنسبة للمساحات المزروعة عندنا ما يقارب يعني قلت لك فوق 30 كيلو مربع.